وللمزيد عن أوضاع النساء الأرامل في العراق ومعاناتهن في ظل الإهمال الحكومي، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. حياكم الله دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله، حيكم وحي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتورة فاطمة، تتحدث إحصائيات المنظمات الحقوقية والنسوية عن وجود نحو 2 مليون أرملة في العراق. بداية، ما دلالة هذه الأرقام وكيف هو واقع الأرامل في العراق في يومهن العالمي؟ نعم، يعني هذه الأرقام في الحقيقة تعكس يعني أعداد كبيرة من الأرامل في مثل بلد مثل العراق. يعني أن تنتبه الحكومة إلى أن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية أكثر من باقي فئات المجتمع، خاصة وأنها معنية بالنساء الأرامل واللواتي هن مسؤولات عن أطفال، مسؤولات عن عوائل، مسؤولات عن رعاية هذه العوائل بصورة كاملة وتوفير كل الاحتياجات مع غياب الأب أو فقدانه أو موته. والحقيقة معروف كيف أن واقع الأرامل في العراق هو واقع مأساوي للغاية. أوضاع الأرامل يعني مؤلمة في الحقيقة، يعني ليست هناك يعني عناية كبيرة في هذه الفئة، ولا بأطفالهن ولا باحتياجاتهن، ويعانين الأمر من حالهن حال فئات المجتمع العراقي، ولكن بما أنهن نساء ومسؤولات عن عوائل فإن هذه المعاناة تتضاعف. أيضا منظمات حقوقية عديدة شككت في الأرقام التي تريدها الحكومة عن عدد الأرامل في العراق، لأنها كما تعلمين تستثني زوجات المغيبين والمخفيين قسرا منذ سنوات. إلى أي مدى يؤكد ذلك وجود تقصير حكومي بالاهتمام بالمرأة ودعمها أيضا؟ يعني ومن الواضح أن يعني عدم الموثوقية بهذه الأرقام أولا تعكس أن هناك تعمد حكومي لإهمال هذه الفئة. فلو كانت هناك يعني عناية من قبل الحكومة بهذه الفئة، على الأقل كانت الأرقام والإحصائيات مضبوطة، مع العلم أن إحصاء هذه الأعداد لا يعني أنها جميعها تتمتع بأي رعاية أو عناية، ولكن على العكس من ذلك فإن فئات الأرامل في العراق خاصة وأن هذه الفئات التي كانت في المناطق التي عانت من العمليات العسكرية، هناك الكثير منهن يعانين من الإهمال المتعمد، وعلى العكس من ذلك وعلى أكثر من ذلك أن هناك محاولة يعني لتغييب هذه الفئة ويعني إهمالها بطريقة، خاصة وأن الكثير من هؤلاء الأرامل أصبحوا يصمون بوصمة العار، وأنهن يعني أزواجهن كانوا أعضاء في داعش وغيرها، مع العلم أن كثير من هذه الأخبار هي ليست في الحقيقة صحيحة، وهي مجرد طريقة لأجل التهرب من مسؤولية الملقاة التي يجب أن تقوم بها الحكومة تجاه هذه. دكتورة فاطمة، يعني إذا كانت الحكومة فعلا مقصرة بحق الأرامل، من هي الجهة المنوط بها يعني إنصاف هؤلاء الأرامل، خاصة في ظل ما يعانينه من كما تحدثت من فقر مدقع، لربما يعني هناك قصور في القوانين بحقهن؟ أليس من المفترض أن يكون هناك منظمات فاعلة وهناك دور أيضا للبرلمان في إنصافهن؟ البرلمان لا يمثل إلا نفسه، وأعضاء البرلمان لا يعني يعيرون هذه الشعب العراقي، وليست فقط هذه الفئة من الشعب العراقي، أي اهتمام إلا عندما تقترب الانتخابات من أجل الحصول على بعض الأصوات عن طريق فقط الوعود والكلام الفارغ الزائف الذي لا يعني ليس له أي صلة بالواقع. هذه أولا. المنظمات المعنية بحقوق المرأة ليست مستقلة في العراق، وإن وجدت فهي
لا تستطيع يعني أن تحدث أي تغيير، خاصة وأن في العراق لا توجد هناك أول حكومة، هناك ميليشيات، هناك أحزاب تسيطر على مفاصل الدولة العراقية، هناك متنفذون لهم أهداف ليست لها علاقة بالشعب العراقي. ولذلك يعني لو كان هناك في الحقيقة يعني من يهتم بهذه الفئة، لرأينا في مثل بلد مثل العراق، بلد نفطي ميزانيته ملياريه، فكيف يمكن لواقع هذه الفئه ان يكون بهذه الدرجه من السوء؟ اذا بما فيها المنظمات الامميه تقصدين لا يوجد لها اي نشاط في هذا السياق؟ نعم بالتاكيد، المنظمات الامميه تعتني فقط بتمثيل المجتمع، تمثيل المرأة في البرلمان، في السلطة فقط، وتتباهى بأن أصبحت للمرأة الآن يعني على العموم لديها مقعد في البرلمان ولديها تمثيل في الوزارات وغيرها، أما الواقع الحقيقي فهو بعيد جد البعد عن هذا الشيء، هذا الذي تظهره في الإعلام. والحقيقة هذا واضح من خلال ما نقوم به من توثيق لأوضاع النساء وما يجري عليهن من مآسي. الحقيقة الإهمال من كافة الأطراف، وإلا لو كانت هناك اهتمام حقيقي حتى من قبل المنظمات الأممية لكان هناك تغيير جدي فيما يحصل للنساء على العموم وللأرامل بصورة خاصة في العراق، بل على العكس من ذلك الأمور في تدهور أكثر، والكثير يتخلى عن مسؤولياتهم تجاه هذه الفئة المظلومة. نعم، إذن دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت ضيفتنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.